العربيه خلاص مشيت روحك. ايه الكامل ما عطتش. وعلاش؟ راكي عيانه وكذا؟ العيا تعبت واشنو نهار كيما اليوم بنادم ديما فكرو مشغول، يا دار دار تعجبنا يا دار جيال ملاح والتخمان يكتب. اوا غير ما تخميش، الدار جديده واسعه وضامنه. اشنو اذا قلت لي نهار اليوم صعيب على خاطر رمضان في هذه العمليه؟ رمضان ماشي هو اللي محيرني، في الصيف ولا في الشتاء ربي ديما يعطينا القوه باش نصوموا. اوا انا نقول لك صح، نحسنوا بالكثير بالخصوص في هذه الايام الاولى، يعذبني بزاف. الله يقدرنا ان شاء الله. قول لي طلعتو كامل القش الثاني ولا مازال شويه؟ تقريبا كملوا. قولي لي مهرات. مازال ما غلطتش. لو كان غير تنوضيها. هكذا انا نكمل انا زعما الشيء اللي بقى ومن بعد نخرج. صح تفضل. لالا حنيفه، لالا حنيفه نوضي، لالا حنيفه. واش كاين؟ راني فاطمه حسبتيني مت. راكي فاطمه خليتيني نذبح. وعلاش؟ هذه هي المره اللي تذبحتي فيها، نسيتي عوايدك. هيا واش تحبي؟ هذاك هو الوقت. لالا راهي قريب السته وعلى بالك باللي اليوم نرحلو، هذاك هو باش توجدي روحك وتسبقي في الكاميو كيما قلت لك. نعم قوليها وعاوديها، نسبق نمشي ماشي غير في الكاميو، غير باش ما نجيش معك، غير ما تخافيش. اسمعي مدينة الشبراني متبعتش. أوه لالا حنيفة ياك رانا صايمين اليوم رمضان. مازال الليل وراكي غلطة في الساعة، وما كانش اللي ما غلطش غير ربي سبحانه. مديني مديني نشر. أنا ما نعطيكش، ما نحمش ذنوبي. كنت عارفتها، أنت لو كانت تبيني اللقب ما تعطينيش بطيرانة. أوه لالا أنا موالفة نهز عليك الماء، راني نقول لك باللي اليوم رانا صايمين ولا واشنو هبلتي؟ دوك راني مهبولة ياه. ايه هكذاك زيدي صوغي وعيطي باش تنوضي الجيران ودوني لدار النخرة وتريحي مني. اي لالا هذا الكلام كله باطل. يا يبقى هذا الكلام كله باطل، عندك الحق، خاطر النار اللي راهي فيا ما راهيش فيك. والبارح عشيتيني الحوت باش نقبض، يعني سكارة باش نصبح ميتة بالعطش. ياك تحبي الحوت. وكيف قلت اعطيني شوية نتاع النص في سبب رمضان. صح ما تخافيش. هذا الشيء كل شيء راني ماركياتولك، راني مجردات وباك تقولي نسايا. وشنو؟ منك بالصح. اسمعي اسمعي، ماشي الما اللي خصنا. والبارح يا لالا ما كانش غير الحوت، نسيتي البكبوكه والمحاجب ودخلتي على الحوت. كل 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 حتى كملتي باش برد قلبك. نسيت عطشي. وشنو؟ غادك دوك الحويدات اللي كليتهم. ما رانيش نحاسب فيك يا لالا، وبعد تكذبي وانت في عمرك 80 سنه. يا طفلة عندك 4 سنين ملي دخلتي عروسة وانا اقول لك في عمري 76 سنة. واش لو حبيتي تعجوزيني بالسيف؟ هاد الشي كامل كي جيت نوضك. لا لا هاد الشي كامل علاش ما تعلم اللي حرمتيني منه. صار حبيتي لي ما صحة دوك نجيب لك بصح تشربي قدامي. واشنو؟ لا لا وصلتي لي انت تكريمي رمضان. عندي ساعة وانا اقول لك اعطيني شرب ما حبيتيش. هوضة تحبي نجيب لك شوية نتاع الموت تشربي قدامي. هيا نوضي نوضي خملي قشكو خليني نوضي. صباح الخير يما. صح سيما. صباح الخير وليدي الله يسلمك. يما واش دير روحك باش تروحي مع راجل؟ هكذا تردي بالك على العطش. ما عليه روح نغسل وجهي وراني واجد. هاي فرد شاحنة راهي معبية، مازال غير تشي ما ندور معنا الصيانة. يعطيكم الصحة، شوف صباح يما في الكاميو وانا نرد في البيت ونحقق. عندك الحق، نخلوها نظيفة خير. يما ديري حالك ولحقيني يعني خارج. ما عليه، هاني لحقتك. شد قفتك يما، واكل مفتح، بصح ردي بالك عليهم. ما تخافش نعلقهم في رقبتي، اما لا نسبق ما تلحقوا من بعد. احنا من بعد نجيو. ايه هيا يا طلعي. بسم الله يا سلطان يا ربي وستر. بشوية راني بشوية على بعدكم. يما تبقى على خير يا وليدي. بالسلامة يا اخي. راكي مليحة. راني مليحة. تقدر تسأل عليه الخدامين يا اخي ركبوا. نتكل عليك عليه. ها كون مهني وتكل على ربي. هاي الله يسهل. Thank you.
يا ربي وستر يا ستار. بالعقل يا وليدي قريب قصة المرأة. قلت لك ما تخافيش. يا ربي وستر يا ربي وتكلنا عليك يا ربي وشدها فيك. شوف شوف قريب قصدك الشيخ بشوية يا وليدي العين تبدلك الشيء تحت السيارة. ما رانيش نجري يا يما، وإذا ما حملتيش غمضي عينيك. واش تحبي نقولك؟ وشنو؟ مغمض عينيا؟ دبر على روحك. حبيت تعميني باش نروح من ظلام لظلام وراش ما تغمرش انت عينيك. خلينا نخدموا على شرنا يرحم والديك. مع الصباح ورمضان بنادم صايم تزيد يديرو انت. ايوا شنو؟ كي حبيت تعملو وتحبني نسكت؟ إلا راك صايم ما راكش صايم عليا فهمت؟ اي 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 بشوية بشوية. شوف شوف دوك الدراري قريب قتلتهم. الطريق من هنا طايح مني. واش بيه؟ من هي ممنوع. ما توريليش انت. كيفاش هذا؟ قول جابت الخبر غاتقولي ممنوع. والاخر ما تسكتيش دوك. ساعدناك بزاف. نشافك كبيرة وصامتة. انت كبرت طيحانك. واش عندك تخوفني؟ ها؟ لو كان عطا ربنا وانا في عاود يماك. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا واش قلنا يا امرأة؟ طلبنا منك تسكتي هذا ما كان. يا ربي واش من بلية طيح عليا مع الصبح. الله يجعل الخير. ايه تحب تبعثني الخبر ونسكت. واش كيما تحبي. عندك الزهر اللي جيتي يما تصاحبي ما والله ما تزيدي دقيقة معايا هنا في الكلمة. شوف. وذاك الجيل تاع هذا الوقت ما عندهمش القلب. يحب يرميني في خلع ربي ويروح ويخليني. يمكن عليك ربي يا وليدي. ولو كان موت عني ما يسمح لك. سمعت؟ يا ربي لا اله الا الله. اسمع يا وليدي راني بديت نتغاشى راني بديت ندوخ. راك سمع فيا؟ لا اله الا الله. اوف اوف يا ربي يا رجل راني خايفه. لا لا اله الا الله. انصر عليها بدك خير دنيا منك. لا اله الا الله. يا ربي ديك المحنة. يا ربي واش تشادينا يا مرا؟ واش تشادينا في نهار اليوم يا لطيف؟ علاش؟ علاش سويتي لي سيارة؟ علاش؟ علاش هكذاك؟ علاش ما تكيتيش من برا؟ قولي شو ديك الزكارة شو؟ شوف ديك الزكارة؟ لا لا ربحك يا وليدي. عمري ما صار كيما هي. وشنو؟ هادشي كامل وما زلتي تنبحي؟ شوفي واش عملتي. 7 أيام ما كنا ديرها رد فقديها في الكاميو. البحر كله ما يشعر فيه راح يندفو. يا ربي صح صح. انت اول مكحوس مني قلعنا وانا اقول لك بشويه بالعقل. وانت حبيت تطير حبيت تفرفر والان طير. اذا حبيت تطير قتلتني. واش الثاني راني نموت. صح يا ربي صح. قطع حوايجك واخبط راسك للحيط يا علي. صح صح. انا الدار واش دير من وقت الفريسه كيما هادي معاها. كنت نبدو كيتهموني بجريمه وهي راهي نصاب. يعطيك وخدا يا وليدي. ما راني عارفه روحي لا راني في الدنيا ولا في الاخره. علاش؟ كاش وخدا اكثر من هادي؟ صحة اشنو نستاهل انا اللي رفدت فريسه كيما انتي معايا. ياه صار انا فريسه؟ لا لا يوصلك الى تمدني الفريسه. انا كنت ربايعك ما نقعد ما تكلم معاهم. كنت الشوفه ما نشوفش فيهم. اشنو الوقت اللي مكحوس. الحمد لله اللي وصلنا. ياه وصلنا الحمد لله. معلوم نهبط
ان شاء الله. عند بكره حنقعد في هذا النعش ديالك. ايوا خذ. كيما عطيته واش صار بكم؟ بقينا. قول الحمد لله كي وصلنا يا وليدي. شوف شوف ذاك الحاله اللي راه فيها يماك. شوف راك تشوف وعلان. واش صار غير الخير؟ واش صار؟ راك تشوف الكاميو كاجرا. واش يما؟ وكان دختي. وعلاه تعرفني انا مال فندوخ؟ منو هو؟ عيت فيه. عيت نبه فيه بالعقل يا بيبي بشويه. هو حب يطير كي الجن. ما هو جايب لي كامل الخبر. عمري عمري ما بديت نضل كيما اليوم. عمري ما عندنا حاجه. اعطيني القف اعطيني. كي راكي هنا يا يما الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. انت اجي تريحي اجي. خديت انت ومرتك في الطوموبيل ولا تبعتني في المعلقش. وربيعه وين راح؟ رايح في السقيفه تتكلم. يعيشك وليدي. ما تقولهاش على الشيء اللي وقع بيا. يحمى وجهك يا ابو علا. نخاف تشتشفى فيا. غيرتك هنا يا يما ما نقولهاش. اروحي اروحي. اسبق راني لحقتك. حتى نطوق علاش قطيته؟ وتقولي لي علاش قطينا؟ اتكلمي مع السايق. ملي قلعنا وانا نقولو خف روحك شويه اجري دير كيما قراينك اللي جاز عينك البرا وهو باقي يحط لك الفكرون. نزيك لحقتو بخير. اش بك تضحك بولا؟ والو تفكرت اسم البواب. بعد فكرتوني لازم نعلموه. نعلموه. شد يا قطين. إذا راك راقد غالية احنا علاش؟ احنا هما الكرايا الجدد ديال الطابق الخامس. واش قلت؟ انتوما اللي كريتو في الطبقة الخامسة؟ نعم، باش يكون على بالك ينطلعو القش هذا المكان. دونك إذا حبيت تريح غير روح. لكن ما عندكمش الزهر. غير البارح راهم جاو قطعونا الضو. نتاع لاسونسور نتاع الدرج. ردوا بالكم الدعوة راهي مظلمة. وعلاش قطعوا؟ الجيران ما حبوش يخلصوا. البعض منهم قالك حنا تسكنوا غير في الطبقة الأولى. والآخرين قالك حنا رحنا ندخلوا بكري ما نحتاجوش الضو تاع الدرج. هكذا قعدت. كيما الما عنده ثلاث أيام اللي راهم غارقينه. يا خي وجه الشر يا خي. يا خي خبر جبتهم لنا مع الصباح له لا يربحك. وشنو هذه راهي عليا؟ لا لا ما راهيش عليك. أسقتي أنت يما بنتي. معلوم نهبل. كنا في الجمال جبنا للظلمة والعطش. ولكن كنا فضلك يا يما. وبهذه الدار واسعة ضاوية وجديدة. إذا تحبوا تخلصوا بكري يلا عندكم خمسة تاع الطبقات غير بداو تطلعوا القش. يطلع الموت في صدرك. منيح غير الأخبار الدونية والتطبيعات اللي ما يسمعوش. أش كي تجي تديني البلا؟ كاش ما شفت فيك ولا هضرت معاك؟ ما تاخذش عليها يرحم والديك. مرة كبيرة. يما واش دخلك في هذا الشيء؟ اطلعي مع ربيعه بالعقل اطلعي. اجيني يا بلا ولا نجيك. كنت قاعد راقد لاباس بيا. حتى جاو ينوضوني باش يشبعوني سب. وعلاش يا خوتي وعلاش؟ واش سالوني؟ سامحنا يا خويا. قلت لك ما تاخذش عليها. خفيفه شويه بصح قلبها مليح. توالم قلبها مليح لكن لسانها راج. معلوم لساني راه تقولها وعاودها ونسقيك دايما من نوح تطلع منك الروح. هيا لا لحني فالده نطلعي. يا حفيد يا سطاه. هذه المرة رايحة تسكن هنا معانا وقيل ندخل خير اخوتي. لا لا غير كان غادي تعمل هكذا غير ما تخافش. اعطيني افتح الدار يما نسبق نفتح الباب. انتم روحوا غير بشوية. اه نفتح الخزانة نعطيهولك. خلي عندك ما يسحقوش. هاي بشوية. يا يما على ديك الظلمة هذا عرش من دفير. ربيعة وين راكي؟ راني في دار دارك. وانتي كاش ما راكي تشوفي؟ والو راني كيما انتي اسمي شدي هاك الطبوس بلا هاك. يا يما يا يما في المرضى نعطي لها مسلوم. يا بنتي انا طلعت بما خسنا. انا راني نخمم كيفاش يطلعون طش في هاد البير. تعيت يا بنتي. ايه بصح يا بنتي سيف علينا نطلعوا هيا طلعي بشوية. ماشي طالعة راني خايفة نوم. لا لا راني معاك ما تخافش. روحي. بشوية لا بشوية. راني بشوية. قلبي خرج. ربيعة وين راكي هنا؟
وبرضه مش بوزي فاطمة. يعطيك الدكا يا وليدي خلاص مني. سكتي يا لالا. سكت منك سمح. قلبي خرج. خلعني. افتح لي باب الزوم بلي افتح لي باب جهنم. وصافا لي باردون سا سوفي. لي با ماتخ جنو. لا با توشي. صح يا لالا. ضبطي بصلي وتريحي. وين عييت؟ وين ما تهبط الدرج ما يخلصوش اليوم؟ رانا في الدور الثاني، مازالوا ثلاثة. وعليا مازال ثلاثة كاملين. مش تحبي؟ اوف، عييت، ماذا بيا الريحة شوية، وهذا راني في خلا ربي، ما كانش الجيران لهنا. في كل دور كاين جيران. اسمعي، هيا نقطعوا لك الجيران الريحة شوية. بصح ما نعرفوا حتى واحد هنا. وهذا لازم حتى نعرفوا الناس، خلاص الرحمة من الدنيا. يا خير انا في رمضان ما خسرهم لا في قهوة ولا في ماكلة. اجي روح نبطل في ذاك الباب الريح وشوية. الله يجعلنا نكون راقدين برك. استغفر الله يا ربي. انا خدت ولا البرج. بسم الله واقيلاه لا نقدر نريح ولا لا. ان شاء الله عليكم. صباح الخير. عجوزتي عيانة ومريضة حبت عجوزتك. معلومة عجوزتها الله يهديك بيها. كيفاش؟ إذا عندك 90 سنة وتقولي مريضة وعيانة. وعلاش ما تقدر تعيا ما تقدر تمرض؟ وداخلها شنو حبيتي ديري لنا شراع؟ لا لا نعمل لك شراع، بصح عمري ما شفت مرة كبيرة كيما أنتي تجي عندي قابلة. أنا قابلة؟ أوه على هذيك المصيبة اللي احنا فيها ربيعة. انا ما خصك يا حليفه غير القابله امشي نخرج. لا احنا جيران جدد جينا نسكن اليوم وعجوزتي عندها منظر وتحبت تريحنا طحنا عندكم. الحمد لله كي فهمتي. ويعني يا بنت تجي في بالك عجوزه كيما انا تجي في القابله. سامحيني ما عرفتش. روح تقعد جوزي. لا لا تقعدي جوزي. لا قلت لكم ما نزيدش نعاود فهمتي؟ يا راجل نسكت برك انا من كلام الفارغ. يبقى كلام فارغ هذا ها؟ الخبر راه يديبوه التوالى على حساب كلامك راكي عازمه تزيدي طفله هذه المره ثانيه. ربي اللي يعطي الدريه وهذه ما تخفاها لكش. يا لو كان زيدي طفله هذه المره انا نعرف واش نواسي. انا ما عنديش ماشين الكترونيك نجيب لك واش تحب. انا مريضه وعيانه وانت تزيد عليا. اوي اي اوي اوي شفتي ذاك الجهد ديال هاد الناس؟ سكتي لا لا شحال نتعجب من الناس اللي يدخلوا روحهم في شغل غيرهم. شفت هكذا حبيت ترجع لنا في الكشفه وتبهدي. واش عندي في الناس انا؟ واش ما راني نقضي؟ انا نحب ولدي وهذا مكان فهمتي ولو كان تجيبي طفله على المرة تلغي. روحي يا حمار الدلع شفتي الوقت اللي رانا عايشين فيه؟ سكتينا لا لا هيا بعدا ريحنا يا روحو صح هيا روحو. كيش تحبي لي نسكت؟ وين تقوم بنادم من جنابه؟ والان ها؟ قولي يعني بنادم ما ينجمش يتفاهم مع زوجته. اسمع انا ما نخدش نسكت كيش في الباطن. انا راهي غادي تكون مرا مسكينه تعدي تخشبه كي نادى. واش راكي تقولي؟ خشبه؟ صار انا خشبه. صحة صحة عندك زهر ديتي مرة لو كان ديتي راجل بحالي نتكلم معاك بصح كي راكي مرة عندك زهر. واسمع يا سي محمد انت ما قيل انا وغادي رمضان هذا اليوم الاول في الشرك والوخر. اسمع يا بابا وليدي هي ما تقدرش على رمضان غير كون وما فيها حاجة. شوفي يا مرة ما تكلمش بزاف ما تكلمش بزاف راني ما تحكمش في نفسي راني ما تحكمش في نفسي. واش ما حبيتو غير ما قيل لي حسب ضربتي بس سكتي علينا لا لا واش دخلنا فيهم؟ عندك الحق ما عندنا حتى فايدة بصح أنايا ما نقدرش خرج عن الطريق قولك الصح. واش تحبي يا يما هذاك اللي كان أنا صابرة ومتونس في المكتوب. لا لا يا بنتي هذا ماشي مكتوب هذا ذنب كبيرة في حالاته الله يكون معاك. لو كان أنا في مقدورك كي رجع مالك نموت ما كنتش مع ساعة واحدة. أنا يتيمة وما عنديش لي لا هنا لا بيجي لا كرة. إيه المخبونة على بس صابغة فيك وراه يدير واش يحب. ولا خا كيفاش؟ ما عجبكش الحال دخلتي روحك في الشيء اللي خاطيك ولا تحبي تفارقينا؟ شنو لهنايا؟ أي خلينا نخدموا. أي هادي سمعي العجب والغرايب من الصباح الله يساوي فيه مرتو جيبي لي ولدي ونتمخك. يا ولدي كنا قاعدين لاباس عليك حتى جات هذه المصيبة مرضت. والآن واش تحبوا عندي؟ كاش ما تسالوني؟ أخلصكم.
انا نحب ولد اخوها ونعاونها، ولو كان هذه المره ديال طفله راه يمتلقى وفرات. ويا علاش رهبان؟ ما راكش عارفه علاش؟ انا خاطر مسكينه يدي مرا وحقرها. اسمع اسمع يا سي محمد، احنا حبيناك ننصحوك في سبيل الله. غير خلي صحتك عندك، انا عندي ست بنات نحب ولد وهذا مكان. ولد ربي اللي يعطيك ماشي مرتك، هي ما عاد حتى قدر مسكينه. ما عندي حاجه فيها، باش تعطيني ست بنات قدر وباش تعطيني ولد واحد ما تقدرش، هذا محال. انت راجل عاقل، هيا هيا مع البليس وخذ باقك الله، اطلب ربي ان شاء الله يعطيك ولد. هو يفهم هذه الخشبه ما يفهمش. حاجه ظاهره ما نفهمش. ها راكم تحبيتوا عليا فيتا، تحبيتوا تاكلوني، ها؟ بس انك غير الهضمه. هيا روح. نوضي فيا روحوا شوفوا قاده واحد اخرى، نوضي. لا لا احنا اللي نروحوا، اجي للحنيفه نوضي نوضي. لا لا هو اللي يخرج، يروح يشوف مين يقولي. هاني خارج هاني خارج. هاي. روح يعطيك كسر عبد الدردو ان شاء الله باش تهنى مرتك منك. يكسر على بابك وما تصيبش، شكون اللي يردك؟ هيا. خمم على روحك، وانا عندي من ذيك السبع اللي يرفدنا يسود حلايسك. روح الله يعطيك طفلة على طفلة، كاين يهم من يجي على غفلة. ان شاء الله ثلاثة في قربة وحدة. بشوية يا راجل بشوية. بلدي بلدي من الحليفة والحكاية، اجي لاجيها وانا ماني عارفة كيف من هذا باش نجي لاجيها. يا بنت حكي بشوية، راني عاجلين ليا. شكون هلا؟ كيفاش هذا باش تحطوني حالي؟ ها هو انا اللي كنت نعرف راسك انا. هو لا لا هذا الخطر كان تحبين نقولو. هيا شدي فيا وطلعي بلا خلاف. هذه كمان بعض الفعل شو بيحطوها بين كل احنا كيما بدي خاطري بنتي. ودي بعض الاخطاء. دكتور وصل لا عاود واش قلت شري؟ كيلو سكر، كيلو زبدة، خبزة طايف، ورطل لحم، وزوج خبزات. هاك رد بالك على الصرفة، اجري وما تفطاشا. باو واش راك تحوس يا ولدي؟ خلاتوني واش راك كبير ولا؟ احنا عينا يا بابا ولدي قعدنا نريحوا شوية. غير نحوس الضرب على الكمين. ما يكونوا طاحوا لي ولا تصيبوا. احراك مليح إذا ما طاحولكش لتحت. ربيعة أنت عيني مصحة ونسيب بعدي. اسمع يا وليدي، لو كنت هبط حوس عليهم من تحت قبل ما يسيبوهم ولا تنحرم ويدوهم لي. وإذا احنا سبناهم رانا نعيطوا لك. شو عم تزعل لك تسدوه؟ اش فيك يا ولد هبلت؟ يما 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 سوقوا لي فهمي يما يما سوقوا لي فهمي يما يما. هو على حنيفة في آخر عمرها يتهموها بالزي يقاربوا. واش فيك تبكي يا ولد؟ شكون ضربك؟ سوقوا لي فهمي يا طلابي. ولا شينا طلابي؟ ما لا واش تبكوا ديروا هنايا؟ وفاتا شي باش تسرقوا؟ طيحكم ربي في الفخا. من هنا ما تخرجوش حتى تحطوا الدراهم اللي سرقتهم. لا لا يوصلك الا احنا سراقين. انا قاده نشري كنديه والدار اللي ساكنه فيها ولدك معاه. الدراهم اللي تسرقوا للناس. خلونا نتكاو شويه يا سيدي. ما كاش لي يرقد معكم ولا واش؟ ترقد مع النوم. كيفاش؟ نرقد مع النوم؟ اما ليك الموت. ايوا الاخر. تجيبوا الدراهم ولا لا؟ إن عندي بليس يا مرا راك تكلمي فينا بالباطل بلا ما شفتي ورانا نتمنى. ولدك طيحهم اللي طيح سرتو. شوفوا ذاك البلايا بس يسرقوك ويزيد يعيطوا في دارنا. آه يا ربي آه آه هاذ الدار القهوة رجعت خير منها. شوفوا والله ما سكتوش غير نخرج لكم. يخرج عينيك يا ناس خرجوا، هذا جاوبت بالله علينا. انت اللي جيتي بالله علينا، احنا جايين جدد جينا نسكنوا اليوم كنا سباقين. ياه ودراهم ديالنا وراهم. يا عواد لا نخرج انا نسكت بدريبها. اسمعي اسمعي وليدك اللي طيحهم حوس عليهم وانا في راسك. هادي هادي ربيعة نطلعوا هادي هادي كيما هادي ولد طماع عينات عبالكم سلكت هو من هنا ما تسرقوش حتى تحطوا الدراهم اللي سرقتو. الغيت يا ناس هادو سراقين راهم في الدار. الغيت الغيت اجروا ليا. هيا ربي عندكم المنبر رانا ريحنا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم ديك الضيفة افتحي يا مرا هذه حضرة كبيرة. هذه شفتي ديك السكنة اللي جينا نسكنو فيها؟ صح هذه كانت مغلوطة عليها. واش هاد الزلازل؟ فهمونا انت راك شنسمع؟ سرقوا 50 دينار للولد في رمضان وتكذب. الله يحفظنا. لا لا يا خويا شفناه يحوس عليهم يكونوا طاحوا له. بصح يا ربي بصح
صح نص الغالي. انت شفتها؟ كانت لمسة. اصلا بكره عندي بروفون. الله يظهر الحق. في دار بنادم ما يهمناش. ولا شفنا رانا مرميين. انا جبنا الموضوع يا سيدي. وصلنا يا وليدي. وشنو هذا تاني؟ مثلا ما دخلتوش القصر. والباب حبيت تفتح. هذا الشيء كامل مازال مسهل علينا ربي. ها هو مو حال يكون هذا هو المفتاح. كيما عملت ما قدرتش نفتح الباب. يا اخي كحست على نهار اليوم يا اخي. والساعة راهي قريب الزوج والفطور مازال ما طيبناش. انت راكي تخمي على الفطور. خمي كيفاش ودبري كيفاش ندخلوا للاخر. ايه طفي يزيد يعمل مجهود. الخير عليكم. صباح الخير. هنا دار طالب؟ طالب؟ قالوا لي في دور خامس. لا لا هنا دار يماك. شفت في الباب الاخر خير لك؟ كان هنا يا مثلا هنا. وقال لي انت المجرم انا عمي بابا رايح. بس هراك تشوف. كيما عملت مع الباب ما حبيتش نفتح. دخل نساء ريحو بين ما فتحت الباب. يرحم والديك. ادخلوا تريحوا عند الشيخ وكي نفتح الباب نعيط لكم. اي يا بابا. فوتي فوتي. فوتي. تفضلوا تفضلوا روحوا روحوا. اسمح لنا يا سي محمد، من الصباح كنا نترموا من دار لدار. نظن اللي ما عطلناكش على شغلك. ما فيها حتى عطلة ريحو احنا جيران. مش قد ما حبيت وانا انشغل. يعطيك الصحة. طب يا وليدي ما تخافش. وليدك هذا مريض؟ نعم يا يما، داويناه داويناه ما تعولوا. الله يشفيه. امين يا بنتي. دينا كل مكان، الحمام الاول، سيدي سليمان، سيدي عقبه، سيدي يحيى، موريتي، وين وين؟ وجبتوا لهنا زعما باش تداويه؟ إيه قالوا لي كان هنا طالب مليح يحب يقولوا له حط يدو على واحد خلاص برا. سبحان الله العظيم. وباش عامل هذا الولد؟ إيه ما تشوفي فيه مرضو ما ظهرش. ان شاء الله يبرى. امين ان شاء الله. تي يا بنتي. لا لا يا وليدي انا يماك. لا لا ما راكيش يما انت يا بنتي. يا يما عندك ساعه فيه. ايه كيما تحب يا وليدي انا بنتك. قولي الحلوة بنتي. لا لا يا بابا ما نحبش الحلوة. أنا مانيش بابك، أنت بنتي. مالي أنا بنتك. وهالي سعدي هو. قولي يا قدامي. يا وليدي أنا ما نحبش الحلوة هاك حالتك وهالي. واش تحبي تاكلي؟ واش نحب ربيعة واش نحب ناكل؟ إيه أنا نحب الكاوكاو. تحبي الكاوكاو هاوي الكاوكاو. من بعد رانا ناكل يا بابا؟ قولي ولا معضك؟ وعلي يا ربيعة رجعني في العض. اسمع يا وليدي، يا اخي في رمضان الناس ما ياكلوش، ماشي مليح ياكل في رمضان، وما تشوف هي صغيرة ما تعرفش. انتي مهبولة. حاجة ظاهرة أنا مهبولة كاني قاعدة هنا معك. أوه يا ربي يا ربي طلبت علينا وزاد عليه الحل الأولاد. اصبر شوية دوك يجي دوك يجي. بابا، شنو المرأة كيفاش عاملة كي وقد عمي سعيد من الحبس تاكل فيها رزاز؟ ياكل راسك. وهذا ما يسكتش اليوم. صافي يا يما رحم والدي. وهذا جا غير عليا ما كفانيش الهم اللي راني فيه نزيد البنت على وليدك. سكتي ولا نجيب لك بولولو ياكلك. ياكل راس باباك بولولو. ربيعة هذا جا عليا اليوم نوضي نوضي نقول يا بنتي. وين تحبينا نروحوا ثاني؟ نقعد برا ما نقعدش قدام هذا المجنون. ربيعة
راني تحت الباب ودخلت القش. انا ما جين انا ما جين. هذا مكان. بس حضر لك يا شا. كيفاش؟ ما كانش الدور، ما يكون غير قطعه. ولو كان غير تفضل اه. حتى الكاس ما كانش. بوها على ربيع بور، ربي خايف يدين فاطمه ياس. هذه هي الدار العزيزه اللي جبتها لها يا وليدي. شكون؟ واش حب هذا ثاني؟ واش تحب؟ واش كاين على الخير؟ جبت لكم الفاتورة تاع الضو فيها 250 دينار. لمن هذه؟ لينا؟ الراجل اللي جابها قال لازم تخلصوا باش يرجعوكم الضو. إيه بس كيفاش تحب نخلصوا 250 دينار؟ احنا هذا ما دخلنا. بلا شك اللي كان يسكن هنا قبلكم راح بلا ما يخلص. وحنا اللي نخلصوا عليه. معلوم، ولا حبيتوا تقعدوا في الظلام في رمضان؟ يا اخي يا خبر مكحوسه جابهم لنا هذا وجه الكحس يا اخي. انت ما هضرتش معاك، انا وياك ما نتفاهموش. سكين يا عيني. هذا حق ما طلعت خمسه نتاع الطبقات اللي باش نعلمكم. لا ما خبر كيما هذا، كنت تقعد في دارك وتخليه معاك. هيا بركه ولا من هذا الكلام الفارغ. انا راني نخمم كيفاش نطيبوا الفطور اليوم وقطعه ما كانش في هذا الدار. هذه ماشي دار، هذا حبس. الحبس راه فيه كل شيء. انا علمتكم دبروا راسكم. صح يا فندم. ما عندنا حاجه، روح جيب لنا باش نفوتوا اليوم وبالنهار نضيع نساويه. عندك الحق، نهار اليوم يجوز كما كان الحال. نشري الخبز والزيتون والجبن وشويه طبيعه. ونزيد بعد نجيب شويه سلابيه باش نشم ريحه رمضان. لا لا كي تجي تشوف انا نشم ريحه رمضان. بشريبة الله الله والحيمه حلوه والسفيريه والقطايف ماشي بالجبن والزيتون. اسمع انا نروح لعند بنتي انا ما نقعدش اليوم هنايا. يا حبيتي تروحي عند بنتك؟ احنا رانا في هذه الحاله. وانت علاش حكمتي عليا نفطر بالزيتون والجبن باش الا حاشت لك تحت الماء باش ندوزهم؟ نهار يفوزي هذا النهار اليوم تاع رمضان. غدوة إن شاء الله ونطيبوا لك واش حبيتي. أحيي أنا اليوم وصلنا غدوة. أوه حتى نموت حضرت. معلوم؟ أنتم أنا حبيت تدخلوا لي بالجوع. إيه ما تعليش صوتك يا يما. يسمعونا الجيران يقولوا بصحة الملك. وعلاش أنا نكذب؟ النهار كامل وأنا صايمة ونفطر على الجبن والزيتون. ها؟ هم أنا فرح جبت البيض دفني وريح مني. نجيب لك الماكلة من عند الطباخ وسكتي. لا لا أنا مش عند الطباخ فرق صح. تعرفي لو ما طيبش الماكلة بيدي ما تحلاليش. احنا رانا نهضروا غير في الباطل والوقت راه يجوز. شوف انت روح تقضي واللي جيعان ياكل حتى الحجر. اسمعي اسمعي واش حب يقول؟ يعني انا مانيش مرفع صوم عمري ما صمت. صومي غير انتي وفطي على التراب. انا كي كنت نصوم كان بابك مازال مخطب يمناك. انا عارفين يا مراتي صايمة. بس واش حبيت انا نعملولك؟ اسمع انا نعرف روحي بلي ما عنديش الحق معاكم. اما انا نروح لعند بنتي هي اللي تعرف لي قيمتي ودي اللي كاري. كيف روحي عند بنتك يا حبيتي تروحي عند بنتك؟ حنا كي تشوفي في حاله باليو. هذاك شي انتما اللي حبيتوا السكنه وحبيتوا هذا ولا ما؟ حبس كرشك ان شاء الله. حبس كرشي؟ ما عندكش خير ما تفرش اليوم. وهذا سقسيتك على الوقت حبيت تبهدلني ولو كان حاجه اخرى ما نعرف. سقسيتني على الساعه قلت حبست. ها شوف. شوف العمى. ايوا شتي محرشه واخر انت. يما هاي ثلاثة ونص ثلاثة ما فيها نص ساعة. انت يا سكت ما دخلتش ما هدرت معاك ولا واش ما حبيت كم تحاما فيا. شفتني مرة كبيرة عندك خاف منكم. يا اخي جيلي اليوم يا اخي. ما نعرف ما نعرف.
شويه يا ويدي قلت لازم ماكش نشوف سمحينا مره انا حيك بيختي برجين حيك بعيشتك من الدنيا شويه يا مره عصبتيني يا ربي عبد السمحي يا ما بيدفعوا فيا اطلع اطلع ما نجوش اطلع من بعد الحمزة لا 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 بلي اختك اطلع يا ناس يا ربي ما تستنويني ما تستنويني يا ابوي مظلومي يا يا امراه الدنيا نور يا خلينا نموت لا اله الا الله ما بقات لا شفقه ولا رحمه في هذه الدنيا يخمر علينا كرشهم غير الحقيقة المهرب بسم الله الرحمن الرحيم ينعموا وسعي خاطرك يا يما كما رانا موسعين وخامل هذا رمضان من مسح خاطري مع عباد الله مش مع الهوير ما تقوليش هكذا يا يما خسارة عليك ما تنساش بلي هادو خاوتنا وواحد يسكن بعيد وواحد اخر مقلق ولا ما وسعناش خاطرنا كيفاش تفرح واش معنى يا راجل هذا عزاز وهذا حنيفه وهذا كامل القطر واش هذا اش رد الابيض خطي على الناس ايوا خدك سمحي لنا يما ما شفناكش واشنو تاع حسما واشنو ما قلت حد فمك يعطيك حبه في لسانك شوف راسي سار عليا واشنو يما زدت قدرت سن درتي النشره وياك هذا عسل ماشي حاجه واحده اخرى وطلبنا منك السماح اه يا ربي لو كان عرفت هكذا ما نشري هاد الزلابية وكل الرهج انت يا جوز بلاصتك ليه سامحني نسيت نخرج بلاصتي هو عليا نسيت ما جبتش معايا الدراهم جيت بالمغاوله وما خدتش البو على مين مد لي الدراهم اسمعي هذه احكيها للموتى ماشي لي انا فهمتي ولا كي سايمن مغبره قريب ها انا خبي روحك ما عنديش الوقت كيفاش هذا نخبي روحي ياخذك ما عنديش الدراهم وشنو منك بصح سافر بلا دراهم ولا حبيتي تردي روحك مهبوله يا وليدي نسيت ما كاش ننسى معاكم نسيتي ها كما لا 50 دينار اختي عليك هكذا مره اخرى ما تزيدش نسيت 50 دينار علاش يا وليدي انا مره كبيره ما نغيدكش علاش هاك هاك تخلص في بلاصتها حق ما تتبع لي على تاكلها بالصحه ولينا يا وليدي كثر خيرك الله ينورك يا وليدي يعطيك صحيحتك اهو صار يا روسي روح خلص عندك الزهر خلص عليك الراجل يخلص عمرك هيا لك انا كلام زايد ها يا يبقى انا اسمع روحي يبقى هذا كلام زايد ها معنا خاطر راح لك 50 دينار ها هشا انت عرفتي وين انا عندك حالة يا ما تقصد طايس كم تقصد الدم تجي يا سعد عندك الضر واجي الحمد عليك اللي ما تنفيش بيدي سعد يا عم تنزالي تقضى هبا ثم قد اليوم تكش ميدي اليوم ما نحن تتبع وينيني جايز ورد فهد بيع اللي مش بيها ولو كان ما نطرش عن الكواجن يروح الكوستو يا لالا قولي طيبي وكيف في الوقت ما تاكل والو غير لهم يخفى هذا هو رمضان احنا ماشي مخالفين الناس وعلاش عاد بالك الناس بحالنا كاين اللي شري بانا ومزوج مالو اللي هي تشوفو اللي تحت ولو كان تبع ما طيبينش خلاص كل واحد يمشي على خدمته وانت عندك بزاف صوالح اللي حبيت تاكلهم هذا رمضان شفاي وصى رمضان اللي بال وصى
النهار الاول طلت علينا يماك. وعلاش يما بلانية؟ لو كان جانا ضيف ما عندها الدور. انا ما نحب حتى الضيف يجيني في رمضان. ما تخافش انت ما تحبش الضياف الضياف اللي ما بيحبوش. الله اكبر. ايه صافي روحك المغرب. انا نبدا ناكل. روح شوف. ما نقدرش. رجليا في الشبكة. قولي شنو كل ما تحبها. يا ربي شغل ولدي. قولي ليها الزي. شكون؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا على رمضان ليك. يما مرحبا بك. وحقي سوا سوا على كامل ويبرمد فيا. تستاهلي. واش قلت؟ قال لك كولي دوقي الدور مع دوك. والدار اللي كراها مليحة؟ نسكن في الحبس وما نسكنش فيها. وعلاش؟ ما فيها لا ضو ولا ما. وانا عايشة في عندكم. هربتي. حاجة ظاهرة نهرب. حبوا يقتلوني بالجوع. صار هكذا. هاي هاك كولي كولي. اي عمري. والمزية اللي تفكرت وجدت لعندكم. وما كنت اليوم من بيت فمي ناشف. ماشي هكذا. والفتفري. كولي كولي ما تستحيش ديريك اللي راكي في دارك. كيفاش يما ما طيبوش؟ باش حبوا فيهم يطيبوا؟ بنوا على هاد الدار اللي كراب كنت تجيبهم معاك؟ هي بالذات وعلاش ما جبتيهمش ياكلوا جميع؟ كولي نحم يما كولي. راني ناكل راهو كل خير قدامي. انا راني ناكل نخمم على خوك مسكينه في دار الخبز والزيتون. ما تخميش عليه انفعي روحك كولي انفعي روحك مادامك هنا. هاي الفاكهه يما. ايه يا ملكة يا بنتي تعرفين الفاكهة ما سمعتش فيها غير كولي ما زالت باقية. زيدي هاك زيدي شربي ناي. انا نروح نجيب الحلوى. هي تحب الحلوى يا اخي مازال كي تحب الحلوى. فرحتوني يا ولادي الله يفرحكم. بصح ما عرفت واش بيا ما رانيش مليحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كرشي يا لطيف. ملكة وش بك يما خير ان شاء الله؟ جاتني العمى يا ملكة يا بنتي. لو كان تشربي قهوة بالك يزن عليك. ما نقدرش ضاقت فيا النفس يا وليدي. رشيد شوف رجع تقرا في حبة قال. وش بك يا العجوز؟ لا اله الا محمد رسول الله يا وليدي. يما ماتت رشيد عيط للطبيب. ما تخافيش لو كان نروح نعمل تليفون. اتكي شوية. هذه ما تكون غير ديك الماكله اللي كليتيها. اتكي. والله يا بنتي رانيش مليحه. الو انا عمير. انا ماذا بك في الحين؟ صح ايه كلت بزاف. ايه كلت فوق القانون واش تحب. صح يرحم والدي. يا مجنونه. واش رايك؟ راك تشوف فيها راهي تصفى وتقبل. يا اخي نصيب غير هي تاني تاكل بزاف. لا يا وليدي عندي ما كليت صحتي لحقت وهذا اللي كان. ما تخافيش دوك ندوك للسبيطار. مليكة ايش سمعت قلت طيب القهوة؟ بوه يما القهوة تزيد لك. لا يا بنتي انا دايما من عوايدي نشرب القهوة بعد الفطور. كيفاش تحوشي على القهوة وانت في هذه الحالة؟ يا يما كرشين. هيا مليكة خفي روحك سيارة الإسعاف لاحقا. كرشين يا يما نوضي يما نوضي بالعمل عليك شدها باش ما نعاون فيه مش فيه. هاي هاي شو قطعت يا ناس. يما كرشين ثم طيب خلي مشي وعي يا بك يا يما. هاي ما مش عارف اسمي طلاق الله كله شو تحب ولا تحب. يعطيوك يعطيوك تاكل واش تحبي. هاي هاي هذا كامل اللي يعطي الدنيا. هاي 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 قصب المريض هذوك. هاي يلا كل شيء حيكي ما تقولي حيكي.
هاي كل شيء. ما تخافيش هيا شوية كوراج. أنا خايفة نموت. لا قد ما تموت. مانيكا. لا لا ما تموت. ويلي أنا مت ما تخليش في دار الموتى. لا لا. ما تخافيش. أو. سامحوني شقيتكم. ما تخافيش غدوة نجي صحيحة كيما كنتي غير ما تخمنيش. راني خايفة ولا ما عرفتش ناكل في السبيطة الحاجة اللي نحب. مانيكا. لو كان عوجتي لي شويه مكان دام معايا للسبيطان. واش بك يا هبلتي؟ رايحه للسبيطان على جال الماكله وتزيدي تحوسي على السحور. كونوا ها وحدكم صحة فيكم. هاي هاي هاي. الناس تتمتع بالماكله وانا بات للسبيطان. هيا قادي ما نعرفش شيء راهي مش هيا هيا هيا. لا يما في شيء.